السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن محترف عربي جزائري من محترفين العرب اللي بنتتبع أخبارهم وعايزين نعرف أخبارهم في عروض جديدة لي، واللاعب ده من اللعيبة اللي حصلت على كان أفريقيا 2019 مع الجزائر، هو اللاعب العربي يوسف عطال. يوسف عطال لاعب جزائري من الطراز الرفيع، جاي له عرضين والعرضين من دوريين اقوياء ومن فرقتين تقال. يلا بينا نخش على الحلقه نتعرف على العرضين اللي جايين ليوسف عطال. وقبل ما نخش على الحلقه يا ريت تنزل تدعمنا بلايك، اللايك كتير بيخلي فيديوهاتنا تنتشر، بيخلي اليوتيوب يرشح فيديوهاتنا للناس المشتركه واللي مش مشتركه، وشير للحلقه وسبسكرايب للناس الجديده وفعل زر الجرس. ويلا بينا نخش على يوسف عطال. بداية يوسف عطال لاعب مدافع بيلعب في نيس الفرنسي، وطبعا لعيب صغير في السن، لسه عنده 23 سنة مواليد 96. طبعا خد بطولة افريقيا مع منتخب الجزائر وبيلعب باك يمين مع منتخب الجزائر. الانظار كلها اتجهت ليه بعد تألقه مع منتخب الجزائر وبعد تألقه مع نيس في عرضين قويين جدا، بس انا هرشح لكم واحد من الاثنين واتمنى انه يروحوا، لان محدش هيفكر لما يجيله عرض من النادي ده، ما يفكرش، لازم يروح. في البداية العرض الاول هو عرض ميلان الايطالي، يعني ميلان الايطالي عايز يتعاقد مع يوسف عطال، وكنا سمعنا قبل كده برضو عايز يتعاقد مع محمد النني، بس ميلان الايطالي فرقة بحجم ميلان، بس اليومين دول ميلان في النازل، ميلان بقالها فترة كبيرة بتصارع في منطقة الوسط، ميلان مش دين ميلان الفريق اللي احنا بنحبه والفريق اللي انا كنت بشجعه زمان ايام كاكا وايام شيفتشينكو وايام الجيل الذهبي وايام مالديني، بس يبقى الميلان ذو قيمة وقامة مهما حصل. فلما يجيله عرض من الدوري الايطالي بقيمة ميلان حاجة مش صغيرة. بس العرض التاني بقى ده اللي هيلغي الكل وهيقفل على الكل، ريال مدريد. العرض التاني كلام من ريال مدريد ان زيدان عايز يوسف عطال مع عودة اللاعب اشرف حكيمي، يبقى عنده اتنين باك يمين في الدفاع او واتيفر بقى ما هيلعب بيهم. يوسف عطال جاي له عرض من ريال مدريد، وزيدان في كلام كتير من صحف اسبانية ان زين الدين زيدان بيضع يوسف عطال من ضمن خياراته اللي عايز يدعم بيها الفريق في الميركاتو الشتوي او الميركاتو الصيفي. بس حاجة كبيرة طبعا ليوسف عطال ريال مدريد، وانت لو جالك الميلان وريال مدريد مش هتفكر. اي نعم ريال مدريد ما بتمرش بافضل حالاتها، بس يبقى ريال مدريد ريال مدريد 13 دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد حلم اي لاعب انه يلعب في الريال، ريال مدريد التاريخ. فبيني وبينك لو العرضين قدام يوسف عطال فطبيعي لازم يختار ريال مدريد، يعني فعلا واحد يتمنى انه يروح ريال مدريد، وبنتمنى للاعبين العرب انهم يلعبوا في اندية كبيرة، ده شرف لينا، وغير انه شرف لينا احتكاكات قوية وبيرجع لمنتخب بلده بيلعب معاها وبيكتسب خبرات. يوسف عطال لعيب كبير جدا، نتمنى له التوفيق في الفترة القادمة، ونتمنى ان عرض ريال مدريد يكون بجد زي الصحف الاسبانية ما بتقول، يعني كذا صحيفة ماركة الاسبانية كذا صحيفة قالوا ارتبط اسم يوسف عطال باسم ريال مدريد. نتمنى له التوفيق في الفترة القادمة. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، قول لنا رأيك، يروح الميلان ولا يروح الريال؟ عارف كله هيقوله يروح الريال، طبعا الريال حاجة كبيرة، وقول لنا في الكومنتات رأيك في انه هيروح ده ولا ده. وكده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، لايك وشير وسبسكرايب للناس الجديدة وفعل زر الجرس.